روسيا اتخذت القرار الرسمي وبدأت بالدخول إلى الأراضي الأوكرانية، وهذا الأمر بات واضحا منذ الكلمة التي ظهر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي من خلالها اعترف بلوغانسك ودانييتسك الموجودة من ضمن إقليم دونباس كجمهوريتين مستقلتين، أي بما معنى أنه اعترف بها كدولتين مستقلتين لا علاقة لها بأوكرانيا بأي شكل من الأشكال. وأيضا ظهر وهو يوقع مع رئيسي لوغانسك ودانييتسك بشكل مباشر وعلى العلن، وبعد ذلك جاء الإعلان بأن هنالك قرارا بنشر القوات الروسية مباشرة في إقليم دونباس كقوات لحفظ السلام. ومباشرة بعد ذلك جاءت مقاطع قادمة من روسيا من الداخل الروسي للقوات الروسية بحسب هذه المصادر وبحسب هذه المقاطع الفيديوية، وهي تدخل هذه القوات مباشرة إلى أقليم دونباس، والحديث هنا عن دانييتسك تحديدا تدخل إليها مباشرة بهذا الشكل. بل إن هنالك مصادر كثيرة جاءت صباح اليوم تتحدث عن رؤية الدبابات الروسية، وهذا طبعا في دانييتسك تحديدا، وهذا جاء من أحد المراسلين طبعا من رويترز الذي تحدث إلى رويترز بوجود الدبابات بوجود العجلات الروسية على مشارف دانييتسك وفي داخل دانييتسك أيضا بشكل مباشر للغاية. بل إن قبل ساعتين من الآن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجه إلى مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي وقام بمطالبة المجلس بالموافقة على استخدام الجيش الروسي خارج الحدود الروسية، وسرعان ما جاءت الموافقة بشكل مباشر من خلال وعن طريق 153 سيناتورا موجودا في مجلس الاتحاد الروسي لاستخدام الجيش الروسي خارج الأراضي الروسية. وعلى هذا الأساس أصبحت الأدوات متوفرة لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتقدم إلى أوكرانيا. وهذه جاءت والقرار الذي جاء من روسيا هو يأتي مبنيا على عدد من العوامل المهمة، بالإضافة إلى العوامل التاريخية التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أوكرانيا، أن هنالك أمورا يجب أن ننتبه إليها، بأن إقليم دونباس بشكل عام بالنسبة للمواطنين الموجودين هناك هم كلهم تقريبا أغلبهم يتحدثون اللغة الروسية، بالإضافة إلى ذلك أن 40% من المواطنين هناك هم من الروس، بالإضافة إلى أن فكرة استقلال هاتين النقطتين المهمتين لوغانسك ودانييتسك كجمهوريتين مستقلتين هذا أمر هو ليس بالجديد أبدا. هذا الأمر بدأ يظهر أساسا منذ عام 2014 عند انفجار الثورة في داخل أوكرانيا وقيام نظام يميل إلى حلف الناتو وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام ويعادي روسيا بشكل خاص. بعد حدوث هذا الأمر مباشرة كان هنالك استفتاء في إقليم دونباس من أجل وتحديدا في لوغانسك ودانييتسك من أجل طبعا الاستقلال من أوكرانيا بشكل عام، وفعلا أدى هذا الاستفتاء إلى الاستقلال والموافقة من قبل المواطنين صوتوا بهذا الاتجاه. وبعد ذلك طبعا هذا يعتبر بأنه نحن لسنا معترفين بحكومة أوكرانيا، والحكومة الأوكرانية اعتبرت من هم موجودين في إقليم دونباس بأنهم عبارة عن تنظيمات إرهابية، وبهذا اشتعلت المعارك في عام 2014، وأدى هذا الأمر وأدت هذه المعارك إلى مقتل 40,000 من المقاتلين حتى وصولنا إلى عام 2015، وتم توقيع اتفاقية مينسك، وهذه الاتفاقية طبعا بالنسبة لهذه الاتفاقية أدت إلى عملية إيقاف إطلاق النار، ولكن بأن إقليم دونباس تبقى من ضمن أوكرانيا ومن ضمن الأراضي الأوكرانية، ولكن أيضا في نفس الوقت بأن هنالك بعض القوانين التي تحمي بعض الحقوق بالنسبة للوغانسك ودانييتسك، ولكن في نفس الوقت أيضا لم يعترف أحدا بهاتين النقطتين المهمتين أو الجمهوريتين الآن بعد الاعتراف الروسي الذي شاهدناه. وبالتالي الاعتراف الروسي الذي جاء هو يعتبر من أول دولة هي روسيا تعترف بلوغانسك ودانييتسك كجمهوريتين مستقلتين، وبالتالي الأمور الآن اختلفت بشكل كبير. قد تبدو الأمور بسيطة وأنه تم الاتفاق على هذه الأمور، ولكن إقليم دونباس يعتبر نقطة صعبة ولا زالت تحديا كبيرا حتى هذه اللحظة. كيف لهذا الأمر أن يكون بهذا الشكل؟ هذا بسبب الانفصاليين الموالين إلى روسيا الموجودين في هذا الإقليم، هم لا يسيطرون على كامل إقليم دونباس أبداً. وهذه طبعاً المعلومات والإحصائيات التي ترونها بهذا الشكل هي قادمة
من مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني باللون الأصفر كما تلاحظون هنا. هذه هي طبعا دانييتسك، وهذه هي طبعا لوغانسك، وهذه باللون الأصفر هي سيطرة القوات أو القوات الموالية إلى روسيا من الانفصاليين الموالين إلى روسيا، وطبعا باللون الرمادي الذي تلاحظونه هنا هي مناطق سيطرة الجيش الأوكراني. وعلى هذا الأساس، وهنا طبعا تكمن المشكلة الحقيقية بالنسبة لما جاء يوم أمس تحديدا، بأن روسيا بهذا الاتفاق هي قامت بالاعتراف مثلا بالنسبة لدانييتسك على أنها تعتبر الآن جمهورية مستقلة من ضمن طبعا المناطق الإدارية والحدود الإدارية هذه التي ترونها من ضمن مقاطعة دانييتسك. أي بما معنى بأن روسيا تعتقد أن حتى هذه المناطق باللون الرمادي هي تابعة الآن إلى الانفصاليين الموالين إلى روسيا. وعلى هذا الأساس هذا يفتح الباب بشكل كبير بأن دانييتسك قد تطلب مباشرة أو حتى روسيا مباشرة إلى التعاون من أجل التقدم إلى هذه المناطق وتحريرها وجعلها مستقلة بهذا الشكل. وهذا الأمر أيضا ينطبق على لوغانسك، وبالتالي هذه تفتح بابا لاشتعال المعارك في أي لحظة من اللحظات، وكذلك هي تفتح بابا مهمة بالنسبة للقوات الروسية إلى التقدم إلى هذه المنطقة وهي ماريبول. هذه منطقة مهمة جدا استراتيجية لأنها تقع من ضمن مقاطعة دانييتسك. هذه النقطة تعتبر مهمة على المستوى الاستراتيجي بالنسبة لروسيا. لماذا؟ لأن هذه المنطقة هي تؤمن قضية مهمة. هنا كما ترون هذا هو إقليم دونباس بهذا الشكل، وهذه هي ماريبول التي نتحدث عنها، هي ستؤمن بحر آزوف بالكامل إلى روسيا. بالتالي روسيا تسيطر على هذا البحر بشكل كامل، وبالتالي لا أوكرانيا ولا الغرب سيكون لديهم أي نفوذ على هذا البحر، على الرغم أن هذه المنطقة قد تكون تحت سيطرة أوكرانيا، ولكن فيما بعد الكل يعلم بأنها ستكون طريقا إلى روسيا لربط الطريق من ماريبول مباشرة إلى شبه جزيرة القرم، وبالتالي هذه تؤمن المنطقة بالكامل إلى روسيا بشكل استراتيجي ومهم. ولكن أيضا هنالك تحشيدات هائلة جدا هي تجري هنا على الحدود مع خاركيف. هذه هي خاركيف، هنالك تحشيد هائل جدا قبل 48 ساعة الديلي بيست تحدثت عن هذا الأمر، بل إنها نشرت صورا للأقمار الصناعية توضح بأن هنالك قواعدا بدأت تكون جاهزة، وهي جاهزة على الحدود مع أوكرانيا وعلى حدود خاركيف، ونشرتها طبعا كابيلا سبيس، هي الشركة المتخصصة بالأقمار الصناعية هي التي نشرت هذه الصورة لهذه القواعد كما تلاحظون بهذا الشكل للقوات الروسية في الداخل الروسي طبعا ميليتري فييكلز، وقام بتحليلها معهد ميدلبيري للدراسات الدولية، قام بوضع تحليلات ووجد بأن هذه القاعدة هي تبعد 35 ميلا فقط عن الحدود الأوكرانية، أي بما معنى تقريبا 56 كيلومترا للقوات الروسية لتصل إلى الحدود الأوكرانية لتدخل مباشرة إلى خاركيف. وهذه طبعا قصة خاركيف والتقدم إلى خاركيف هي أصبحت واضحة منذ يوم الأحد الماضي بمعلومات استخبارية نشرتها الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا اهتمت بها كثيرا البلومبرغ ولم تتحدث عن خاركيف وإنما تحدثت عن مناطق أخرى. ولكن في ظل الأقمار الصناعية سنلاحظ بأن خاركيف هنا مهمة جدا، وقد يحدث هنالك شيء بكل تأكيد، وهذه المعلومات الاستخبارية التي ذكرتها بلومبرغ. المدن الأوكرانية التي يمكن أن تتعرض للهجوم تشمل خاركيف في الشمال الشرقي وأوديسا وخيرسون في الجنوب. بالتالي خاركيف هي نقطة مهمة جدا هنا، وهنالك سبب لخاركيف لكي تكون هي منطقة مهمة للغاية هنا في هذه النقطة. طبعا هنا لوغانسك التي تحدثنا عنها، وهذه المنطقة أيضا هي التي تحدثنا عن هذا، وطبعا هو كله يعتبر إقليم دونباس كما تلاحظون بهذا الاتجاه. هذه هي ماريبول، وبالتالي هذه هي المناطق التي هي طبعا الآن مستهدفة ومن الممكن أن يحدث فيها الكثير من الأمور. ولكن خاركيف التي نتحدث عنها التي تقع بهذا الاتجاه هي تفتح الباب بالنسبة للقوات الروسية إذا ما قررت فعلا مع هذه التحشيدات التي نسمع عنها كثيرا إلى التقدم إلى هذا الاتجاه، فهي ستجعل المناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية تحت فكي كماشة، وبالتالي ستضطر القوات الأوكرانية بأي شكل من الأشكال الانسحاب بأي طريقة أو أخرى من أجل الدفاع عن كييف، لأن القوات الروسية أصبحت أقرب بوجودها في خاركيف
من كييف، وبالتالي أيضا يسمح لروسيا أن تبني طريقا جيدا جدا لحماية كل هذه المناطق، وبالتالي لا تؤمن فقط ماريبول وإنما تؤمن حتى شبه جزيرة القرم في حالة جاءت أي قرارات أو أخرى متعلقة في المواجهة. ولكن السؤال هنا المواجهة، ما الذي سيجري وكيف وما الذي سيفعله الغرب بشكل عام لهذه المواجهة؟ الواضح جدا بأنه ستكون هنالك عقوبات، ولكن هذه العقوبات كيف ستكون وكيف ستؤثر على القرار الروسي، وهل ستتأثر روسيا في هذه العقوبات التي ممكن أن نراها بشكل واضح من الاتحاد الأوروبي وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية؟